هي كفارة اليمين؟ يعني إنسان حلف أن يصوم غدا مثلا أو يتصدق ولم يفعل هذا الشيء، ماذا عليه؟ يخير بين ثلاثة أشياء، نقول اختار واحد من ثلاثة، إلا الذي تحب من هذه الثلاثة. قد ترو من جمرة بي قد أجره بان عتق رقبة مسلمة ترو دهلين كيوم بمراس ريمنة أو إطعام 10 مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء ريكا قد ترو بارجاء أحان دب نئ سمراب نئ دار هوب تنعي ترو ريكا تنعي بيلنجي أو كسوة 10 مساكين يعني يعطوا كل مسكين ثوب مثلا ريكا أو يتطب سمليك بمبئة تبقان نئ دار كريكرا. إذا ما استطاع على واحد من هذه الثلاث قال لا أستطيع لا على العتق ولا على الإطعام ولا على الكسوة، ينتقل بعد هذا إلى صيام 3 أيام متتالية متتابعة. برسان جيكات كمين زمات بحيب خلون جمرة تنبي دو جيكا تيموي كا دهلين نأ بمراس راي تي بي بطال أحا دام نأ تبكان نأ كريكرا هاي تي بي آوي سملت بمبئة دام ตัดการในไกลกรอคัดคะแนนสมัครเพียบเด็กคัดเราแต่บวกไปทั้งไอจอบจอบคะแนน